بسم الله. طبعا هذا البيت بعد صفار وغرفة بالسعودية ومش مشتومة، فقدرنا نشتريه. هاي واحدة منها قحة، هاي هاي هذا البيت شايفه؟ اه لطيف، حسبي الله ونعم الوكيل. اساس البيت طبعا ما في اساس، خلوكم انتبه يابا لانه مقبالك، فانتبه منهم يعني يشوفونك تصور او شيء ترى يمكن يضربونه. هذا الباقي من اساس البيت، اه وهذا الباقي من البيت كله. شايف ابواب الحديد شلونها؟ شايف؟ طبعا احنا هلكنا لا اسفنا لا اشترينا وبنينا شلون عرفت شلون؟ اه وهذا هو هذا البيت. هذا شلون بيت هسه عسوى حراره دحر عليه شلون؟ هاي قدامك الامور واضح يعني ما بدنا. شوف هاي هون صالون، هاي هذا المطبخ كان يعني، هذا البراد، يعني حتى كان لعب الاطفال الكذا. شوف الاساس مبين قدامك الاساس انه ما في شيء. رحت جيتوا لما جاء اشوف البيت لقيتوا الشاشه مقلوبه عقبها هاي جنينه، تنجبتوا قلتوا انه لقيتوا غرض يعني، فهمت شلون؟ لما وظليتوا اسحب بيها بهدوء تا ما يصير عليها شيء، لما قلبتوها وانها محروقه، يعني حتى الامل انه وفرنا غرض جديد اذا بدنا ننشئ بيت او شغله حتى حسبه. طبعا انا طلعت من البيت بهدومي هاي انا وعيالي، ها ورحنا مشوار يعني، رحنا على الملجأ كان نقعد به، جينا لقينا البيت مضروب يعني، طلعنا بس كل واحد طلع بس بالهدوم اللي غطيته. هاي المنافع، المطبخ، الحمام، هاي كانت غرفة نوم هسه ما ادري يعني، ثلاث ارباع اغراض البيت لسه اقساط، لسه يعني ما اندفعت اقساطها، ولسه الخوف انه الحيطان تقبر على الجيران، ها تؤذي النور الجيران لانه في بعض حيطان واقفه على القوقاز.